تعمل كده؟ وانت عرفتي منين؟ عرفتي منين ازاي؟ هو في حد معرفش؟ وتلاقيك كمان انت كنت عارف وخبيت عليا. انعام، ربنا امر بالستر. انا الموضوع ده لحد دلوقتي لسه مش داخل دماغي. سهير طه حسين، فنانة مصرية، ولدت في 13 ديسمبر عام 1946 بالقاهرة. مطربة وفنانة مصرية. تخرجت سهير من معهد التربية الموسيقية عام 1969. شاركت بالتدريب على فن رأس الباليه بدار الأوبرا المصرية عام 1969، كما شاركت بالغناء والتمثيل في عدة مسرحيات، منها الابن الكبير، الزير سالم، أبو زيد الهلالي. من أبرز أعمالها السينمائية فيلم الخبز المر، العاشقة، الجلسة سرية. كما شاركت الفنان الكبير علي الحجار في أغنيات مثل أحبتي الصغار، حيث عمل معا كدويتو. كان آخر ظهور فني للفنانة سهير طه حسين من خلال أحداث المسلسل أستاذ الجليل رفقا بنا. المسلسل كان عام 2000، كان من بطولة الفنانة عفاف رشاد والفنانة نادية عزت والفنانة نهال عنبر والفنانة إحسان القلعاوي والفنانة ميمي جمال. أصيبت الفنانة سهير طه حسين بسرطان الثدي قبل رحلها، وعانت منه معاناة شديدة جدا، ورحلت عن عالمنا في 25 مايو عام 2000 بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي عن عمر ناهز 53 عام.